قال يوم الخميس اللي جاي هيتم الإعلان عن المدير الفني للمنتخب الأولمبي. المرشح رقم واحد كابتن خالد جلال اللي هو المدير الفني لنادي البنك الأهلي. أنا كابتن خالد معايا كل يوم في التمرين. فبقول له يا كابتن خالد أنا الناس في اتحاد الكورة عمالين يقولوا كابتن خالد جلال هيمسك المنتخب الأولمبي. فأقول له يا كابتن خالد حد كلمك؟ يقول لي لا هم كلموني من فترة بس دلوقتي مفيش كلام. وفي نفس الوقت نادي اتحاد الكورة ما خاطبش نادي البنك الأهلي أو ما اتكلمش مع مجلس إدارة نادي البنك الأهلي اللي هو أشرف نصار رئيس النادي عشان مثلا يستأذن إن كابتن خالد جلال يمسك المنتخب الأولمبي. فأنا مش عارف هل هيجيبوا كابتن خالد جلال وهم ما اتكلموش معاه؟ يعني هم اتكلموا معاه من فترة اللي أنا عرفت إن هم وكابتن خالد كان بيتكلم معايا وقال لي وقال لي حتى المسؤولين في نادي البنك الأهلي إن هم كان في كلام بشكل غير رسمي من اعضاء في اتحاد الكوره مع الكابتن خالد جلال من فتره. ودلوقتي الناس عماله تقول في اتحاد الكوره ان خلاص هيتم الاعلان عن اسم المدير الفني للمنتخب الاولمبي واقوى المرشحين. كل ما اسال حد يقول لي خالد جلال. انا بتكلم مع كابتن خالد جلال كل يوم بيقول لي لا ما حدش كلمني الفتره دي ويعني ما فيش حاجه. النادي البنك الاهلي مجلس الاداره اللي هو اشرف نصار رئيس النادي ومجلس الاداره يا جماعه حد كلمكم بخصوص كابتن خالد جلال؟ يقول لك لا. فهل النهارده السبت هل يوم الخميس هيطلعوا يقولوا كابتن خالد جلال وهم ما اتكلموش مع المسؤولين في نادي البنك الاهلي او مع المدير الفني اللي هو كابتن خالد جلال؟ مش عارف. لكن كل الكلام بيتقال ان كابتن خالد جلال هيمسك المنتخب الاولمبي. فده اللي عندي. فعشان كده انا مع كابتن خالد جلال كل يوم اللي انا ماسك معاه مدير كوره في نادي البنك الاهلي فبساله يقول لي لا. مجلس الاداره حد كلمهم؟ لا. فمش عارف. لكن انا بقول لكم خبر في البرنامج بعيدا بقى عن نادي البنك الاهلي ان هو كابتن خالد جلال مرشح وفي اتحاد الكوره بيقولوا ان كابتن خالد جلال هيمسك المنتخب الاولمبي.